السلام عليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم دعاء ختم القرآن، وهل هو سنة أم بدعة؟ الدعاء عند ختم القرآن سنة من عمل السلف، كانوا يجتمعون عند ختم القرآن وينادي بعضهم بعضا، فيدعو الذي ختم القرآن يدعو، والحاضرون يؤمنون على ذلك، لأن هذا مظنة الإجابة، هذا من عمل السلف.